النهارده انا واخويا ستورم هنروح نشتري سيارة القوس قزح يا شباب، والسيارة الدايموند يا شباب. قبل ما يبدأ الوقت اتمنى منك تحط لايك وتشترك في القناة انت مش مشترك، وتكتب بطاطس تحت في الكومنتات. لو وصلنا المقطع ده 10000 لايك، 10000 لايك ايه 10000 كومنت يا شباب، كل واحد يكتب بطاطس سبام كده في الكومنتات، عشان اول ما الاقي المقطع 10000 كومنت يا شباب هنطلع، بصوا وعد مني والله قدام ربنا هطلع 20 كومنت الحلقة الجاية يا شباب، من اللي هم اللي هم بطاطس يعني الكومنتات اللي هي بطاطس. ويلا بينا، الانستجرام قدامكم على الشاشه وتحت في الديسكربشن، روحوا اعملوا لي فولو هناك، بنزل ستوريات جميله. ويلا نبدا. صباح الخير يا شباب. وانا اصحى الصبح الصبح كده ابقى لسه صاحي من النوم الاقيك يا ستور معايا ده الحمام، بتعمل ايه انت؟ انا عايز افهم. يا اتفرج لا لا اتفرج عليها يا مدري مقرف انت. انت عامل ايه؟ قلت كذا مره نركب ستاره هنا ولا نجيب اي حاجه. ما خلاص ان شاء الله المره الجايه نجيب ستاره هنا، عشان الريحه اللي بتطلع منك دي يا معفن. بقول لك انت عمال هرينا طول الليل عمال تعمل. خلاص خلاص، شوف هو الجو بقى شتا والمروحه دي ما تشتغلش، لان امبارح بردت اصلا وانت شوف ما عندوش دم سابني هنا. اوكي شباب، انا اللي مزعلني كله في حياتي ان العربيه اللي بابا جابها من 2003 زي ما انتم شايفين متكسره ودرت. لا 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 لا، ما فاضلهاش غير سنه يا ستورم، لازم نروح نوديها للدكتور. دكتور ايه؟ تمشي ميكانيكي. اوعى لا لا ستورم، شوف ستورم شوف هيخرب العربيه يا شباب، وخلاص هي اخر عربيه عندنا. انا اخوك ما تخافش، اخاف على حاجتك زي ما انت تخاف عليها. ما انا عارف ان انت هتخاف يا ستورم. استنى كده، انزل كده، انزل انزل. ايه ده؟ وريني ظهرك كده، مكتوب هنا ايه؟ ستورم ماليش دعوه، انا عايز واحده. اكتب لي واحده هنا، يلا اكتب لي واحده. طب هات يلا اكتب واحده يا ميكانيكي. بص 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 على التوب على التوب. يا كلب يا كلب يا كلب. يلا اوكي اوكي يا شباب، احنا لازم نشوف حل في موضوع العربيه ده، لازم نوديها للميكانيكي او اي حد يصلحها، لان الصراحه يا شباب زي ما انتم شايفين العربيه متكسره وطالع عينها. ولا لا لا يا ستورم. انا مش قصدي، انا عندي الماوس بيضرب لوحده بايظ. المشكله ان العربيه دي لو اتكسرت ابوك هيطلع من التراب وبص وهيموتنا. انا قلت لك وخلاص سيبها وتعالى نروح ونشوف لنا عربيه في اي معرض او في اي مكان ونشتريها. انت قاعد جوه كده ليه؟ انت شايفني؟ ايوه شايفاك. ماشي يلا. يلا تعالى المعرض من هنا، تعالى تعالى نروح نتفرج على المعرض الجميل دوت، ونشوف لو هنجمع فلوس نبيع فحمه اي ايرون نشتغل اي شغلانه، وان شاء الله باذن الله هتبقى شغلانه جميله ونجيب منها احلى فلوس. السلام. نعم يا استنى، ما في بنك نروح نسرقه؟ بنك ايه؟ لا لا يا صدور من السرقه حرام يا عمي، احنا لازم نشتغل. لا حلال. لا حرام. اسمع الكلام، بقول لك حرام تبقى حرام. ايه ده مكتوب ايه؟ وسع اتفرج. سيارة القوس قزح. واو يا شباب، دي ده الحارس، يا الحارس بس بقى موتك. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده اللي بيقول لك 10000 يو اس دي؟ انا مش عارف يا شباب. 10000 دولار. يا شباب زي ما انتم شايفين عندهم عربيتين لون بنفسجي. حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ اسمعني كده، أولا قبل ما تدخل المحل اقرأ وشوف إن في لازم، قبل ما تدخل المحل لازم يكون معاك 10000 دولار. أيوه أيوه معانا 10000 دولار، أنا هبيع لك ستورم. ايه ايه السلام عليكم. لا 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 بقول لك ايه، بعد اذنك ما تتكلمش عليه كده لان ده اخويا بعد اذنك لو سمحت. طب يلا انت واخوك بره بقى. لا لا احنا جايين نشتري عربيه، وان جلع كده حرك حرك حرك. يا الله يا شباب شوفوا عندهم أيوة عربيه. ايوه زعقلوا. ايوه زعقلوا عشان يحسسوا ان احنا اغنياء. ايوه ايوه احنا اغنياء اصلا شباب كده وكده. اوكي زي ما انتم شايفين يا شباب عندكم هنا عربيه البنفسجيه دي، نفس لوني كده شكلها كيوت جميله جدا. يلا يا شباب، وعندكم هنا العربيه الاقوى دي هتلاقيها على ستورم صاحبي، فانا مش عارف يا شباب هنختار اني دي ولا دي، دي ولا دي، انتوا اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، بس انا عامه هختار دي. هنروح نشتغل ستورم ونيجي نشتريها وهنجرب السرعه بتاعتها، وانا اتوقع ان السرعه بتاعتها بقى اسرع من السيارات الثانيه، انا اتوقع كده. انت بتعمل ايه يا ستورم؟ وانت واشفها تقيله ولا خفيفه؟ امشي يا كلب امشي يا كلب، انت عايز الناس تضربنا وتقول علينا حراميه؟ ايه يا ستورم؟ انا خدت ده. خدته ازاي ده؟ انت بص على ايه؟ بص على ايه يا عم انت؟ يلا عم نمشي يلا نمشي يلا يلا نمشي يلا نمشي. اوكي يا شباب سرقنا بنزين لعربيتنا، بنزين كام ده؟ 90 ولا 80؟ ده 190. 190 ده بتاع الطيارات يا ستورم. عادي يا عم خلي الرايه تطير امسك. ماشي حد رايه. ماشي ماشي يلا 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 نروح دلوقتي. يلا يا شباب معانا بنزين كويس اهوت، بس اللي ناقص لنا يا شباب ان احنا نروح نشتغل في المنجم القريب من هنا، وبعد كده يا شباب بالمنجم دوت نجيب منه فلوس. خد دي.
خد خد يا كلب. خد بس تعال ده. ولا وقت عشان عيونك بقت ملونه. لا تيجي على الخلق يلا ولا ايه؟ يلا وسع يلا. انت متغاص خمسه وخمسه في وشك خمسه. ده انت احول يا دي يا عم. لا 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 عربيه ابوك. ابوك هيطلع من التراب يا ستورم. انت بتهزر يا ابن ابوك ده اصلا كان لا 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 يا ستورم. هنجيب واحدة غيرها. هنجيب واحدة غيرها. احلف والله هنجيب واحدة غيرها. ماشي انا مصدقك انك هتجيب لي واحدة غيرها يا شباب. شوفوا كسر العربية الحمار. يا الله يا الله يا الله. انا مش عارف اعمل ايه معاك يا ستورم والله. بس انت بقيت احول والله. بص لي كده. بص شباب احول يا عيني. الله الله. انا جميل. انت غيران منه والله. انا غيران منك والله. انت اخوك اخوك هنا بقى جميل. يا بلا قرف. يلا شباب يلا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كنا قاعدين بنكسر هنا. نفسنا نلاقي منجم يا اخي. مش عارف ايه ما يبعد عني. ما عايز اكسر. انا كمان كسر او كسر. كسر يا حبيبي كسر. ايه ده؟ اه يا عم كسر. ايه ده؟ خفاش. في خفاش. واو ايه يا ابني؟ وسع يا ابني. انت اجري يا ابني. انا بكسر. لا خلاص 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 انا خلاص. انت جمع الفحم وانا جمع الايرون. ماشي. ولا اقول لك لازم نجمع ستون الاول عشان خاطر نعمل بيكاكس وبعد كده نجمع الايرون. يلا يا شباب هنجمع الكميه كلها ديت يا شباب. نعم تفهم مين اللي بتفهم؟ انت بتفهم؟ انا بفهم ازاي يعني؟ عشان ما هنجمع وكده. انا فاكرك غبي. لا بتفهم. الله يسامحك الله يسامحك. شوف يا شباب هاشتاج ستور متنمر. اوكي ويلا بينا دلوقتي شباب نخلص تكسير الفحم عشان خاطر نروح نبيعهم للراجل اللي اسمه فتحي دوت. يا رب يكون فتح بس المحل. هنروح نبيعهم له جنب المحل بتاعه. اسمه فتحي مفتوح ابو الفتوح بعد اذنك. اه فتحي مفتوح ابو الفتوح. هنجمع شويه الفحم دولت شباب هنلاقيه جنب المحل القوز قزح. نروح نبيعهم له يا شباب وناخد الايه الفلوس بتاعتها ونحاول ان احنا نشتري سياره. بس ما توقعش ان هم يجيبوا لنا. بس هنحاول ان احنا نقول للراجل هنقصب بقى وكده عشان خاطر يديها لنا. ويا ترى يا ترى يا شباب السرعه بتاعتها هتبقى قويه ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه في حلقه النهارده. ويلا بينا يا ستورم. يلا جمع 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 اهو. خد يا كلب جمع. بس خلاص قربت اخلص. بس انا جمعت 20 كده خلاص. وانا جمعت يا عمي 14. يلا يلا بينا. يلا استنى اكسر انا ديت عشان نطلع. يلا بينا يا شباب. يلا نطلع بقى من منطقه الكهف ديت. تضرب ليه؟ اهو اهو رميته اهو. لا لا. لا لا ما بيضربش لوحده. انت اللي ذكي. انت اللي بتضرب بيه يا غبي. يلا يا شباب يلا نروح عند فتحي دوت وان شاء الله باذن الله كده يبيع لنا الفحم ده كله. لان الصراحه انا نفسي اشتري العربيه القوز قزح ديت لان باين عليها اسرع من العربيه العاديه يا شباب. يلا بينا. لا 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 فتحي مفتوح ابو الفتوح. بس 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 عيب عيب يا ستور. ما عيب. لا ما بيشتمكش. ده كده بيدلعك. بدلاني. ايوه ايوه بيدلعك. امسك امسك. أيوة. اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. ده احنا جايبين لك اغلى واندر انواع الفحم. فحم لب في الزبده 34 بس. ما هم 34 دولت يجيبوا لنا فلوس كتير كده. انا متاكد ان هم يجيبوا لنا فلوس كتير. لو كسرش انا عايز فيهم ايه؟ عايز دايموند جولد. عايز ايه؟ عايز بيهم 15 دايموند حلوين صح يا ستورم ولا نزود؟ هم 10 دايموند. ايه اللي 15 دايموند؟ ليه 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 10 دايموند يا عمي؟ ايه اللي ليه؟ هم 10 دايموند ما فيش غيرهم. طيب خلاص يعوض علينا ربنا. هات استنى كده بس. استنى بس. استنى بس عشان ايه؟ لا استنى واحد دلوقتي هات. لا 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 خلاص. فاكروا الحمام. فاكروا الحمام. هو خلاص ما فيش حمام هنا. هنهزر. خلاص خلاص احنا اسفين. احنا اسفين خلاص. هو في عم هنا لغايه لما اجيب لك. وقفنا وقفنا. ماشي ماشي محدش هيتحرك من هنا. ولا الصور بتاع انت هتعان دور في المكان على اي حاجه فيها فلوس يا عم. والراجل ده ده حمام يا اسطى. حمام نساء يا عم. شوفوا يا شباب حمام الومن وستورم جوه. يعني معنى كده ان اقفل الباب واجري. اقفل الباب. ولا بتعملوا هنا؟ لا 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 ده احنا بنعملش حاجه. بنعملش حاجه. احنا واقفين هنا بس. احنا واقفين كده. هيدخلكم الحمام ده. لا ده حمام رجال. لا ستورم. ده حمام رجال. ستورم راجل. ستورم. طب ايه اللي دخله هنا؟ ما انا مش عايز. هات الدايموند يا عمو. هات الدايموند. يلا خد يا عم. خد يا عم. امشوا من هنا يا عم. انتوا ناس غريبه. امشوا. استنى بس ما انا هعد وراه. معاك كام واحده يا ستورم؟ انا معيش. بجد انت يا عم ناقص واحده. انت مديني 9 بس. والله مديك 10. النصاب ده معاه واحده. يا الله عليك. ايه معاه واحده في الشنطه. ايه في الشنطه. ايه خلاص خلاص. اوكي يا شباب هنروح نحول الفلوس دي في البنك. ويلا بينا عشان نشتري عربيه. بس ان شاء الله يا ربي يا رب تتوقعوا يا شباب 9 دايموند في 64 تقريبا. مش عارف هيكملوا ولا لا. بس ان شاء الله ان هم يجيبوا يعني فوق ال 1000. لان بجد بجد. بتعمل ايه؟
ورد، بشم الورد. بتشم الورد يا عم، ده ريحته شبك. يلا شباب يلا روح البنك. الله واخيرا يا شباب حولنا الفلوس زي ما انتم شايفين، طبعا اسمها سان فلاور لان ما عدلناش النيم تاج بتاعها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانت انت عايز ايه يعني؟ يعني انت عايز ايه؟ لا لا ستورم، ستورم احنا جايين نلعب. جاي عشان الجارد طلعت الشركه بعد اذنك. انا شفتك كنت تاخد البنزين 80 بعد اذنك. لا لا مش ده، ده كان هنا بعد اذنك. يلا ستورم خلي المساعد يضربك. خلاص 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 حطولك اهو بقى. خلاص بقى بص، احنا عايزين العربيه ديت، وبجد احنا جايبينها هديه لبابا كده الله يرحمه، هو يركبها وهو في الطرف، فاحنا عايزينك تقفلها. تعالى تعالى بس انا هوريك عربيه احسن. تعالى 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 وارخص وارخص. تعالى فين فين وريني. لا 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 انا عايزها عشان تبقى زي لوني بالظبط ولونها بنفسجي كده. يا جرى هتجيلك عليها خاص. لا لا مش عايز خاص، مش عايز. الازاز ده بايظ محتاج يتصلح. اصلحه لك. 3000 دولار دي، 3000 دولار. صلح الازاز، اصلحه. ده الواد ده تبعك؟ امال تبعك. الازاز بايظ فيه شرخ، فانا بجمعه من اول وجديد. تكملوا كملوا. يلا يلا يلا. طيب بكام؟ عم انا بعمله ولا بتاع ازاز اصلا. هو بتاع ازاز. تعالى 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 حاسب، تعالى حاسب، تعالى حاسب. يلا تعالى حاسب وامضي العقد. تعالى تمام. الله يهد. ارمي ارمي بعد ما اذنك. اتفضل اتفضل اتفضل. طب ينفع عاملها بنزين؟ ناخد عاملها بنزين. استنى استورم عشان انا اللي اسوقها. ماشي بملى لك بنزين بس. مش دي بعد اذنك. بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك هات البنزين كده اهو اهو. هات بس وسع. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نملى السياره. اركب اركب مليتها لك انا دي. اركب يلا يلا. السلام عليكم. الله عليك. لو قفشتكم امسكوا. طب طبيعي لو قفشتنا تمسكنا يعني هتعمل ايه؟ الله عليك يا اسطور يا شباب. سرق لنا السيارتين الكوز كوز يا شباب عشان تعرفوا ان احنا اذكياء اصلا. احنا كنا معانا عربيه ومعانا عربيه وهنقرا الكتالوج بتاعها ومعانا يا شباب. واخيرا بقى معانا عربيه زينا زي الاغنياء ولكن اسرع كمان يا شباب، لان السياره ديت سياره كوز كوز. و 3 1 ليتس جو يا شباب. لو اول مره اول مره تشوف عربيه بترفع حصان. أنا اول مره. اصبر اصبر اجرب. جرب جرب استنى التكييف. ليتس جو. طبعا يا شباب اهم حاجه العربيه ديت لازم انا بابا يشوفها، لان بابا هو اللي طلب مني ان هو يشوف السياره ديت قبل ما يموت، وانا لازم انفذ له وعده واجيب له السياره الكوز وكوز. مش عارف مع انه كان لا يا ابني ابوك ميت يا ابني. هو قال لي، هو قال لي انا عايز اركبها وانا ميت، مش عارف اركبها له ازاي. عندك حل؟ ربنا يكملك بعقلك يا رب. اعمل لك ايه طيب؟ خلاص انا هروح التراب انا اركبها له، انا اطلعه واركبه فيها واخليه يسوق. ماشي ماشي خلاص يلا. اوكي يا شباب. خلاص يا شباب احنا داخلين على الترم، وستورم هناك وصل قبلي لان عربيته تقريبا اسرع مني مش عارف. ولكن ايه يا ستورم عملت ايه مع بابا؟ ايه ده كنت بشوشه في ودنه. بتشوشه في ودنه؟ يا دي ودنه يا ابني انت عبيط. ودنه هنا تحت هنا كسر. لا لا يا كلب امال نعرف ابوك بعد كده ازاي؟ اهو هتكتب اسمه تاني يعني. طيب طيب يا بابا، بابا انت مت واحنا نفذنا الوصايه بتاعتك انا واخويا الكلب دوت، وجبنا لك العربيه اللي انت عايزها كوز كوز. بابا بس 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 اطلع 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 اطلع. غلط غلط. نفذنا لك يا بابا الوصايه اللي انت عايزها يا بابا، وتعالى بقى سوق العربيه. قوم يلا. هو السرم بقى يقوم امتى؟ اهو بس سيبها له بقى هنا. لا يا عم كده مش هيصحى، استنى بس انت. يلا 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 بابا. بص عربيه صوتها حلو وجميل، وخلي بالك على قدك. يلا قوم بقى قوم. خلي بالك لو ما قامش انا هفجره. مش هيقوم يا عم. ميت يا عم انت عبيط. يعني ايه يعني مش هيقوم؟ هو قال لي اما تجيب العربيه هتبقى انسان كويس وهصحالك. هو بيقول لك كده عشان تبقى انسان كويس. لا يا شباب يعني هو كان بيقول لي كده عشان خاطر ابقى انسان كويس وبس. ايوه عشان كده سرقنا العربيه. مين ابو لولا اللي مات ده؟ لولا لولا. يا الله يا شباب والله العظيم حرام حرام. بابا كنت احبك جدا يا بابا. انا كنت انت كنت بتقول لي ان ستورم الكلب بتاعي بجد وتشكر ليك جدا. ايه خلاص خلاص انا اسف انا اسف. خلاص 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 انا اسف انا اسف. بابا ستورم الكلب بتاعي. انا صدقت المقوله ديت لما جه معايا اشترى مني معايا العربيه. لما جه اشترى معايا العربيه صدقت المقوله ديت. خلاص صدقتها. تعال ستورم. ايه محمود محمود هات العربيه بتاعتي. في صوت غريب. هات العربيه. صوت غريب؟ صوت غريب زي ايه؟ اهو فين فين؟
فين فين؟ اه صوت ايه ده؟ صوت ايه ده؟ وات ايه اللي انت عملته ده يا استاذ؟ بتخرب حاجة الناس وخلاص. حرام عليك يا ابني، حرام عليك. مترو مترو الجديد ده ولا هيعملوا مترو هنا بقى؟ مش عارف تقريبا هم هنا يعملوا مترو. اوكي يا شباب، ولو كان صوت المقطع اتمنى كل مقطع عجبك على احلى لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم كده اخر الليل على ناس في الدنيا. كان معايا هنا ستورم وسحس الفار، ومعايا ووربيست وروبوت كلاتش شباب تحت في الديسكربشن، تروحوا تشتركوا عندهم وتعملوا سبسكرايب. انا موجود وفتح. انا موجود في الفيلم يعني. طب خلاص شباب، محدش يروح يشترك في قناتهم، مفيش قناة اعمل فيديو قناتهم مش تحت في الديسكريبشن وبس. شكرا لك اخر لله، وسا سا سا سلام سلام. مكماليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مكماليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مكماليون.